الزيتون. يتم إضافة السماد العضوي أو الكومبوست زائد الخلطة الموصى بها من أزوت وبوتاسيوم وسوبر فوسفات ومغنيسيوم زائد كبريت زراعي. وفي الأراضي الجيرية يضاف البورون في صورة بوراكس بمعدل 200 جرام للشجرة سنة بعد أخرى، وخاصة في الأراضي الرملية في حالة ظهور أعراض نقص البورون. التقليم، ويتم بإزالة السرطانات حول الساق الرئيسية للشجرة، وكذلك إزالة الأفرع الجافة والمصابة والكسور أو الأفرع المتجهة لأسفل أو التي تلامس سطح الأرض، وكذلك إزالة الأفرع التي تخرج من الهيكل العام للشجرة وتلامس الأشجار الأخرى.